أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الظروف الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة تعد محفزا لكل شعب لمصر للانطلاق بأقصى قدرة لمساعدة الأشقاء في القطاع. وقال مدبولي أن القافلة التي يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة تضم 199 شاحنة تحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. انطلاق القافلة اللي بيديرها وينظمها صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، واللي هي بتتكون من 199 تريلا وبتحمل أكتر من 2500 طن من المساعدات لأهالينا بغزة. والحقيقة طبعا يعني الظرف الإنساني الرهيب اللي فيه أهالينا في غزة النهاردة، الحقيقة يعني كان محفز لكل شعب مصر ولكل المؤسسات المصرية علشان يعني تنطلق بأقصى قدراتها لمساعدة أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة.